بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان خلال استقباله المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة كريم خان بحث ملف جرائم داعش وتوثيقها. بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أوضح أن الجانبين استعرضا اختصاص عمل فريق التحقيق الدولي الذي يقتصر على جمع الأدلة الخاصة بجرائم داعش الإرهابي فقط وتقديمها لسلطات التحقيق العراقية. وأضاف البيان أن الطرفين بحثا جهود الفريق في جمع الأدلة ضمن برنامج إلكتروني متطور لتسهيل عمل المحاكم وجهات التحقيق المختصة بهذا الخصوص.